مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم وارتفاع أعداد المصابين والوفيات، دقت مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية ناقوس الخطر وقامت بخطوات احترازية ووقائية لتجنب تفشي الفيروس في المناطق المحررة شمال غرب سوريا، من خلال إطلاق حملة استجابة طارئة بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان مالتيفيس ألاينز. وآخر نشاطات الحملة دعم مركز الحجر الصحي الاحترازي غرب إدلب بالمستلزمات الوقائية. نحن في مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان قمنا بتزويد مركز الحجر الصحي في مدينة دركوش في ريف إدلب الغربي بعدد كبير من الكمامات والرواب الوقائية، وذلك ضمن خطة المؤسسة لدعم المراكز الصحية والمشافي للوقاية من فيروس كورونا. مركز الحجر الاحترازي استقبل خلال الآونة الأخيرة أكثر من 200 شخص مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ويخضعون لفحوصات ومراقبة طيلة أيام الحجر بإشراف طاقم طبي مختص. وتعد هذه الخطوة احترازية وتحسبا من انتشار الفيروس وانتقاله. نحن هون بالمركز الحجر الصحي الاحترازي بريف إدلب الغربي استلمنا من مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية دفعة من الأرواب الوقائية والكمامات، ومهمة المركز حجر الأشخاص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا. حملة الاستجابة الطارئة التي بدأتها المؤسسة قبل أشهر للوقاية من فيروس كورونا تنوعت نشاطاتها من حملات التوعية المستمرة في المخيمات والتجمعات السكانية، بالإضافة لتوزيع المستلزمات الوقائية على المشافي والمراكز الصحية، لا سيما إنشاء المخيمات للتخفيف من الاكتظاظ السكاني وتحقيق شروط التباعد الاجتماعي في ظل أكبر موجة نزوح وأزمة سكن شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة. ضمن خطة الاستجابة الطارئة التي أطلقتها مؤسسة أورينت الأعمال الإنسانية للوقاية من فيروس كورونا، زودت هنا مركز الحجر الصحي الاحترازي بالكمامات والأرواب الوقائية، بالإضافة لتزويد العديد من المراكز الصحية والمشافي. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف إدلب الغربي.